دارنا انقصفت هي انجنت عند ذكرى لمين مات، قالها في شأك من شهيد بس عدنا نرجع لك. استنى شوية، بعد ما اتصل هو قالنا، لا رد علينا عمي التاني وهو بيقولنا أي أبو السيد. لو قالت له والله كان بحسس إنه هو راح يموت، وقالت له مين؟ قالها كل عائلته، احنا انجنينا صرنا نلطم. ساعتها عرفتي انه ايش؟ إنه أنا صرت يتيمة. مين مات حبيبتي لما قالوا لك هيك؟ مين استشهد؟ قالوا لنا بابا وماما اخوتي كلهم؟ مين هم؟ سيد ومحمد وغيداء. وماما وبابا؟ اه وانت حامله صور مين هم؟ صور اخوتي. مين هم؟ هذا محمد وهذا غيداء وهذا سيد. لا دفنوها هي معاها ملزقة فيها. أول كانوا يقولوا هذه صباح، صباح وابنها عن ضرتها، يعني هذيك ضرتها ما معهاش إلا هالولد بعد 17 سنة إجا. أنت هنا نزل الصاروخ جنبيهم في الأوضة، نزل عن ماما صاروخ فوطي وصاروخ نزل عند إخوتي استشهدوا. شقف أكياس تحمس عرقو. حبيبتي يا ستي، وانا امك وسبتي كم صابر امك يا ما تزعليش يا حبيبتي. تزعلي والله مكتوب علينا لازم نشوف. الحمد لله يا ست، الحمد لله من الله منيح. الحمد لله انت شغلت يا ست. قلبيهم ورا بعض على طول. قلبيهم بسرعة. وبنات بنت وولدين كمان وجوزها خمس تنفار يا اختي، اولاد تنين وبنت وجوزها وهي خمس تنفار يا اختي. هي دلال يا اختي اللي بقت من ريحة امها دلال عنا يا اما. ايش اسوي يا اختي؟ امر الله، ربنا رايد لهم الحمد لله. اه بدي اخليها عندي لانه فيش احن منا عليها احنا. انا ستها ام امها واحنا حنونين عليها كتير وعلى امها طول عمرها. كانت طالعه مع ستها بنت عمتها استشهدت. قد ايه اجرهم بسبب حق عائلتها؟ اذا انت بدك تروحي لها تروحي 200 هون وبعدين تروح. يلا
هنا خليها ورق، خليها لحظة. اجب حمود، لا غيداء هذا. أنا غرض بابا، غرض بابا هذا. غرض مريو الغيداء. وهذا قميص حمود محمد. هذه الثلاجة. صورة أخوي أحمد. هذه كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كانت مبروزة. كوباية غيداء وهي شنطتها، شنطة غيداء، شنطة حمود، محمد، شنطة محمد. لا هذا في شيء قدام الكاميرا. هذه غرفتي أنا، هذه غرفة ماما، أنا هذه غرفتي، اللي جنبها غرفة ماما. هنا الصالة تبعتنا، هنا كان ينام اخوتي. هاي هذا غرفة ولاد عمي. الشيت بتاعت الدكتور. لازم انت اللي تحكي، لازم انت تقولي قد انت حزنانه. قد انت خلاص 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 ارتاح 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 خلاص 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 خلاص.
خلاص 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 افتحوا الأرض روحي روحي امشي بدني شعر انا اعرف من اهلي ليش سويت لهم انا يهود حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم بقول له يعني يشوف حالتنا ويقول انه يعني بقول له انه في يحاول يفك الحصار عنا بقول له يجي يشوف حالتنا يشوف اولادنا كيف مرتمين في الصفوف قاعدين على البلاط لا في فراش ولا اكل ولا مي ولا كهرباء هذه حياه هذه هذا حصار هذا اكبر حصار هذا اعظم حصار لاسرائيل بقول له يعني يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين لا منروح منلعب ولا منضحك ولا منتعلم ولا منحضر برامج أطفال بفتح التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات واجتياح بلاقيش برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم بلاقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه ولا قاعدين بطخه على بعض ايش بتقول انت من هاي المدرسه كيف حياتك بنقول له يجيب لنا اكل ويبعث الدعم احنا هنا لا في اكل ولا مي ولا شرب ولا اشي انا احنا هنا مرميين زي الشحادين مرميين شوفوا الشعب الثاني كيف قاعد وبلعب وبضحك وبفرح احنا علينا حصار تقريبا سنتين الحصار علينا ولا بناكل ولا بنشرب ولا اشي بيسوونا ولا بفتح المعابر حتى يعبرنا اكل او اشياء احنا بندور اجينا على الاواعي وعلى الهويات تو لقينا كل الدار مهدمة كلها اللي غير جبنا الكباس ورفعنا شوية ولقينا الهويات الحمد لله لقينا الهويات يعني الهويات هي اللي بتثبت كل حاجة إنه مثلا بدنا نستلم حاجة بتثبت حاجة كل حاجة بتثبت لنا الهويات قولي لي ايش اللي صار معكم بتتذكر ايش صار معكم لما شفتوا اليهود عليكم هان احنا كنا نايمين بالدار وكلياتنا احنا وابنا وابونا 10 كنا نايمين بأوضة كل الدار يعني ترمت قصيفات علينا كل الدار تهدمت من عدا الأوضة اللي احنا فيها بس هي السلمت فينا رحنا عند دار جيراننا اليهود كانوا ورانا طلعونا صرنا نعيط صاروا يطخوا اليهود علينا اللي احنا عيط صرنا نعيط وجينا على دار جيراننا وائل السمون اسمه اللي احنا نمنا بالليل على الرمل وما تغطيناش ولا عملنا جينا الصبح لهم رموا علينا قزايف قالوا الشباب اللي فيه روح يطلع ما لقيناش الا كلهم ميتين والصوبين وشردنا